السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي الكرام، في مثال جديد في سولفر جديد إن شاء الله رب العالمين. مثالنا هو عبارة عن جائز يتعرض إلى قوة مركزية في منتصفه. الجائز هو عبارة عن مربع أبعاده 40 ب 40 ملي، طول الجائز اللي هو 1000 ملي 1 متر، والقوة المطبق عليه أيضا 5000 نيوتن، عامل يونغ معطى، والواي أيضا معطية اللي هي البعد عن ناتشرال أكسس 20 اللي هي عبارة عن أتش على 2. طبعا من ضمن المعطيات مطلوب ديفورميشن اللي هي قيمه التدلي العظمي للجائز، ماكسيموم بيندنج ستريس اللي هو سيجما ماكس مطلوبه ايضا، مطلوب بون ميسز، مطلوب شير ستريس، مطلوب شير فورس، شير فورس اللي هو بي ماكس. بسم الله نبدا على بركه الله. طبعا سوف نقوم باجراء الحل باستخدام الحاسب ومقارنته بالحل التحليلي الذي قمنا به يدويا. نبدأ على بركة الله باستخدام الحاسب. طبعا سوف نستخدم السولفر اللي هو static structure. طبعا في البداية أعطانا معطيات قيمة عامل يونغ، نتأكد منها، إذا كانت نفسها نتركها، إذا كانت متغيرة نقوم بإجراء التعديل المناسب. طبعا هون سوف تكون متغيرة لأنه أعطانا عامل يونغ يختلف عن عامل يونغ بالنسبة للموجود لعنا structure steel. ممكن نضيف عامل نضيف مادة جديدة material جديد ونضيف لها البيانات، لكن هنا ممكن أن ممكن التعديل بشكل مبسط أكثر. سوف نستورد الجيومتري. الجيومتري هو أيضا بسيط، اللي هو عبارة عن مربع 40 ب40، ممكن نرسمه على السوليد او حتى مباشره على الانسز ونعمل اكسترود له. طبعا هون في عندنا مشكله بسيطه اثناء تطبيق الحموله، في الحمولات الموزعه عليهم سوف نطبقها على كامل السطح، اما في الحموله تكون مركزه يجب ان يكون لدينا نقطه او يجب ان يكون لدينا حرف في منتصف الجهاز او على بعد معين هو تفرضه المساله. سوف نقوم الان باجراء عمليه تقسيم للسطح الخارجي للجهاز، وهو أمر بسيط إن شاء الله رب العالمين. تمام، جنريت، نحدد السطح الخارجي كسطح للعمل، جنريت، ثم بعد ذلك نقوم بطلب يكون لدينا موازي، نطلب منه أن يكون حرف موازي للحرف الذي قمنا بتحديده، طبعا عن طريق offset. تماما، طبعا ثواني حتى يقوم إجراء بأخذ حرف. تماما، ثم أوبسيت. الآن سوف يقوم بإجراء حرف أو خط موازي للخط التي تم اختياره، نضعه على بعد معين لا يهم. بعد ذلك سوف نقوم بتحديد البعد بشكل عن طريق ديميشن هوريزونتال من هذه النقطة إلى هنا، يجب أن تكون المسافة نص متر. تماما، جنريت. الآن سوف نقوم بإجراء عملية تقسيم للسطوع عن طريق فيس سبيلت. يطلب منا التارجت للسطح، تارجت حددناه، ثم يطلب منا القسم أو المحرف أو الحرف الذي سوف يتم التقسيم بموجبه، تم التحديد بنجاح. أوكي، جنريت. الآن سوف نقوم إذا قام بتقسيم السطح تماما، الآن أصبح لدينا سطحين على الجائز. نقلق ثم نعود إلى موديل، نفتح الموديل. حيثما يفتح الموديل سوف نراجع بعض العمليات البسيطة. هذه العمليات هي بالنسبة للديفورميشن، هي عبارة عن تكامل من الدرجة الثانية للعزم مقسما على عامل يونغ
مضروبي عزم العطلة. طبعا عامل يونغ وعزم العطلة هي قيم ثابتة، أما القيم المتغيرة هو العزم سوف يكون تابعا لإكس اللي هو البعد عن المسافة بي، وبالتالي أثناء المكامرة الطرفين سوف نحصل على معادلة موجود فيها إكس. طبعا إكس إذا عوضنا فيه ال على 2 سوف نحصل على دبليو ماكس أو دلتا ماكس أو واي ماكس حسب المراجع، أعظم قيمة للتدلي تدلي هذا الجائز، وسوف تكون هي عبارة عن بي في المكعب على 48 اي في اي. طبعا بالنسبة للبنتنج ستريس بسيطة، هي عبارة عن العزم في واي اللي هو البعد عن ناتشورال اكسس على الاي، الاي هي عزم العطالة اللي هو عبارة عن بي في اتش مكعب على 12. العزم هنا يجب أن يكون العزم أعظم أي في المنتصف، يجب أن يكون طول الذراع له على 2. بالنسبة للشير فورس سوف تكون مساوية إلى رياكشن بالنسبة للمساند، وتساوي عبارة عن بي على 2. أيضا سوف نقوم بحساب جهاد بونيسز، سوف نقوم بحساب شير ستريس، سوف نقوم بحساب بإجراء رسم للديفورميشن، رسم باستخدام الحاسب ورسم يدوي. تماما. الآن نقوم بعملية إجراء تحديد للحدود عن طريق سوف نحدد الحرف، هذا الحرف أي أنه هذا الحرف سوف يكون عبارة عن مسند غير قابل للحركة لا باتجاه الإكس ولا باتجاه بالواي. سوف يكون لدينا fixed support، تم الأمر بنجاح. إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني الجائز له درجة حرية باتجاه الإكس. سوف نحدد، ثم بعد ذلك طلبنا منه fixed support سوف يقوم بإجراء عملية تثبيت للجائز، ولا يملك أي درجة حرية باتجاه الإكس والواي. أما إذا اخترنا displacement سوف يكون لدينا خيار أنه نضع له درجة حرية باتجاه أحد المحاور. طبعا سوف نترك له درجة حرية باتجاه الإكس وباتجاه الواي والزد، لا يملك أي درجة حرية. طبعا المش هنا إجراء بسيط، سوف نترك بالنسبة لـ Image Size هو عبارة عن Default. بالنسبة أيضا بالنسبة للقوة سوف نقوم بتطبيق قوة معينة، هذه القوة هي Force. تماما. سوف نختار الحرف الذي قمنا بتقسيم السطح على بموجبه. تمام. الآن نختار Convent من أجل فرض القوة. القوة طبعا هي سوف تكون بالاتجاه المعاكس لواي، وبالتالي سوف نضع إشارة سالب من أجل نضمن أن القوة تكون في الاتجاه المعاكس، وبالتالي نلاحظ أن القوة في الاتجاه الثاني. الآن أصبحت الأمور ميسرة، سوف نقوم ب total deformation. أيضا بالنسبة ل bone misses أيضا بالنسبة للستريس سوف نأخذ maximum share. ردود الأفعال، لا أنسى ردود الأفعال عند المساند، عند المسند سوف نقوم بحسابها، عفوا فورس رياكشن. تماما. عند المسند اللي هو عبارة عن لا يملك درجة حرية في تي والإكس والواي. أيضا بالنسبة للون ميسز سوف نقوم بإجراء كونفرزين إليه، ونطلب منه أن يكون له تشينج هو 1%. تماما. أيضا سوف الآن هذا كافي، نعطيه سولف للحل، نرى مقدار التدلي الذي حصلنا عليه.
طبعا الحل يدويا كان لدينا displacement اللي هو deformation تدلي هو 23.25 قوة ب 10 قوة ناقص 4 متر. كان لدينا البيندنج ستريس هو 117 ميجا ممكن نعتبره. شير فورس واللي هو عبارة عن 2500 اللي هو نفس رد الفعل. بالنسبة للبون ميسز 117. بالنسبة للماكسيموم شير ستريس طبعا حسابيا 58.6. طبعا الماكسيموم شير ستريس هو عبارة عن تحت الجذر سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 للتربيع زائد تاو اكس بي واي للتربيع. طبعا تاو اكس واي كيف نقوم بحسابها؟ هي عبارة عن بي في كيو او في اس حسب المراجع على اي في بي. طبعا اثناء الحساب تبسيط بما انه لدينا مربع سوف تكون هي عبارة عن اثناء تبسيطها 6 بي على بي على بي في اتش مكعب مضروبة المضروبة بين قوسين اتش مربع على 4 ناقص واي. طبعا بما انه احنا عم نشتغل واي تساوي اتش على 2 فان سيجما اكس اكس واي تساوي الى الصفر، وبالتالي فان سيجما ماكس هو عبارة عن سيجما بيندينج على 2 مقسومة على 2. طبعا هون نلاحظ أنه 23.41 القيمة اللي طلعت معنا. أيضا بالنسبة لل بون ميسز 116 تماما نفس القيم اللي طلعت معنا. بون ميسز حسابيا 117 على الأنسز 116. بالنسبة للشير ستريس شير ستريس طلعت معنا 60.3 كقيمة. طبعا هون كل ما ذكرنا المش راح تقترب من القيمه الفعليه، لكن تصير المش هون راح ياخذ معنا وقت اكبر. بالتالي ماكسيموم شرط تحليليا بيشتغل يدويا 58.6. احد القيم اللي طلعت معنا طلعت معي 59.9. طبعا كل ما ذكرنا المش كان افضل بالنسبه للحل. فورس رياكشن 2500 طبعا قيم نلاحظ ان القيم تحليليا كانت مطابقه للقيم باستخدام الحاسب. طبعا ظل امر اخير انه كيف ممكن انا ارسم توتال ديفورميشن رسم باستخدام الحاسب. يدويا الامر بسيط لا غير معقد، اما باستخدام الحاسب ايضا بسيط ان شاء الله رب العالمين. سوف نستخدم تماما تمام دوبليكيت سوف نستخدم ونستخدم باث، لكن هون باث مطلوب مني انه اعمل باث. طيب بدايه سوف اعمل مسار للجائز من اجل قيام الحاسب بتحليل على موجب هذا المسار ورسم مخطط لديفورميشن. كونستراكشن جيومتري من كونستراكشن سوف اطلب منه مسار، سوف يطلب مني بداية المسار ونهاية المسار. تماما أصبح لدينا المسار له بداية وله نهاية، ثم نرجع بعد ذلك نطلب منه أن يكون التحليل على موجب المسار. طيب أي مسار؟ المسار اللي حددته أنا اللي اسمه باث. تماما طيب على أي محور؟ سوف أطلب منه التحليل أو الرسم على المحور واي، ثم بعد ذلك أعطيه سولف. نلاحظ رسم لي المخطط ديفورميشن كانت لدي أدنى قيمة اللي هي 23.35. طبعا فينا نرسم كمان مخطط لل فون ميسز نفس الترتيبة عن طريق دوبليكيت ويز ريسولف. أطلب منه عن طريق المسار عفوا طريق البونيسز عن طريق مسار طبعا ما قبل ممكن عن طريق الشير
بس تماما تمام. والحل طبعا رسم المسار أو المخطط للشير ستريس. طبعا هون ممكن نرجع من الأول ثواني لحتى نعمل مخطط ليبون ميسز عن طريق ديبليكيت تمام عن طريق البيث. طبعا هون على بون ميسز نرسم مخطط لبون ميسز طلع معنا فاصلة 113 وهذا هو مخطط بون ميسز. أخوتي الكرام هيك كون أنجزنا المثال أو قمنا بتحليله بيانيا وحل باستخدام الحاسب. إن شاء الله رب العالمين في الأيام القادمة سوف نقوم بحل على أكثر من بيم على أكثر من نموذج للجوائز. ممكن تكون قوة موزعة على كامل السطح، قوة موزعة على سطح معين من الجائز، ممكن تكون قوة موزعة على سطح معين مع وجود قوة مركزة في أحد الأطراف تبعد عن أي حرف قيمة إكس مثلا معين. إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.